كنسمعوا نهار بدا التحول هنا داخل الاقليم، حنا غير كنسمعوا بان الحريفيه غيسدوا لهم غيبقاش وسط الاحياء لان كنهيئوا المونديال 2030. كنسمعوا الجهه ديال الغبوله بانها غادا تحيد كامل وما غاداش تبقى هنايا، مشاو لتم لان خاويه الناس ما كتشكيش، بدات المدينه كتعمر. حنا كنقول لهم واك واك عباد الله، راه خصكم ديروا لنا احياء حرفيه منظمه مقاده مصوبه، واذا به كيداري يمكن شي ابيل دوفر كيتباع داك الشيء يبقى للعموم، شكون اللي خدا داك الشيء الله اعلم. المهم ما تحلش الاشكال، يعني من ذاك الوقت حنا كنقول لهم راه غيتطرح مشكل. اليوم هاد الناس هادو ملي غتمشي تسد ليه اولا غتمشي تحيد له المحل ديالو، خصك تكون عارف بانه معاه مجموعه الناس خدامه معاه، خصك تكون عارف بان عنده التزامات ماليه. هذوك المكازات داروا تما امام اعين الجميع، زعما نكونوا شويه موضوعيين. واش هذوك المكازات جاوا من السماء وتحطوا تما؟ ما فهمتش. احنا في مدينه وحده، يعني او التفاوتات ما خصهاش تكون، خص يكون داكشي عام ويكون معقول. وزائد ان الجماعه في الوقت اللي يسهلوا الناس اللي كيمشيو يطلبوا الرخص يسهلوا معاهم في الرخص. النهار الاول ملي كنجي انا كنبغي ندير واحد المنعني تخلينيش ندير داكشي، ولا غير علمني قول لي انه راه هذا قرار ماشي مايمكنش ديرو اصلا من الاصل. هو واحد داير طيراس خسر عليه 300 مليون وتجي نتايا تهدمو له، زعما ما فهمتش انا. اذا الخلل هنا فين كاين؟ هذا ماشي من طير شي واحد مشاو لشي جامعه شي مقاطعه في الرباط. سمعت انا بان داروا عليهم الحرفيين تيقول له شوف عندك 15 يوم غتسد. المنطق هو ان الوطن ديالنا كاملين. شوف الناس اللي ديناهم الصخيرات، واش كتعرف شحال ديال الناس اللي دينا صخيرات؟ وتما كنتخلقوا على الاقل واحد ربعه ولا خمسه ديال لي زون ديال الحريفيه، ونعطي الحريفيه فابور يجيبوا الوليدات يخدموا معاهم. التغطيه الصحيه اليوم احسن فيها جلاله الملك، ما كاينش فيها تراجع، كاينه اشكالات على مستوى التنزيل. والاشكال شنو هو؟ اهلا وسهلا بكم متابعينا الافاضل، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات من اتل زد، البرنامج الحواري اللي عودناكم فيه دائما على استضافه بعض الشخصيات البارزه وكذلك السياسيه على المستوى المحلي والجهوي وكذلك على الصعيد الوطني، من اجل مناقشه مجموعه من القضايا التي تهم المواطن المغربي. ضيفنا اليوم هو السيد علي الدهبي، عضو غرفه الصناعه التقليديه بجهه الرباط صاله القنيطره، وجبنا لكم اليوم هنا باش نناقشوا معاه مجموعه من التحديات والتحولات التي مرت بها الصناعه التقليديه على مستوى الجهه وكذلك بالخصوص على مستوى عماله الصخيرات التماره. سي علي مرحبا بك معنا في هذا البرنامج هذا، وشكرا على تلبيه الدعوه ديالنا رغم ضيق الوقت ديالك، مرحبا بك. اولا كنشكر نيوز بليس على الاستضافه وعلى هذه الفرصه، وكنشكركم اختي محمد اللي بقيتوا معنا للتواصل باش نحضروا معكم اليوم لهذا اللقاء اللي غنوضحوا فيه يعني مجموعه من الامور اللي كتخص الصناعه التقليديه وكتخص الحرفيين بالاقليم ديالنا، بطبيعة الحال الصناع على مستوى الجهه الرباط صله القنيطره. مرحبا بك سي علي. شكرا. حنا كنعرفوا انه في جهه الرباط صله القنيطره القطاع ديال الصناعه التقليديه يعني حتى هو بالدور ديالو يعني لم يخلو من الازمات المتعدده، ووصلت بعض الفترات الى حافه الانهيار حتى كذا القطاع ان يعاني سكته قلبيه. يعني انتما انت كعضو في يعني في الغرفه كيفاش كتشوف هذا الامر هذا، سواء على المستوى يعني عماله الصخيرات التماره بالخصوص وكذلك على مستوى الجهه؟ اولا بالنسبه لقطاع الصناعه التقليديه في الجهه، هو هذا الشيء واحد التراكم اللي كان من كوفيد، خلى كوفيد لان كانت الامور يعني الى حد ما كانت مزيانه، لكن منين جا كوفيد يعني وقع اشكال كبير بالنسبه للصناع والصانعات والحرفيين، لانهم اولا سدوا، وكتعرفوا بان الحرفيين اغلبيه الحرفيين هما عندهم عدد من الالتزامات، هما كيعيشوا من داك اليومي ديالهم اللي كيصوروه، يعني كيمشي كيحل المحل ديالو في العشيه بطبيعه الحال، داكشي اللي كيصور كيدير له داك التبويب وهذا باش يعيش به داك الشهر. في الوقت اللي سدوا هاد الناس ضروا يعني بواحد الشكل كبير، واللي كان اصعب في الامر هو انه هاد الفئه هذه هو العدد ديالها كثير،
والحكومات ما كانتش عارفة هاد الناس هادو. تقول ممكن تقول بأنه ما كانتش عارفهم، يعني اعتبرتهم بأنه مع القطاع غير المهيكل. هذوك الناس اللي عطاهم 700 درهم عطاهم 1000 درهم اللي كانت كتعتبر في أمن سياسي. المهم ما منظماش، تقول ما منظماش، هذا هو يعني التعبير اللي هو صحيح. الكوفيد المواد الأولية ارتفعت بواحد الشكل صاروخي إلى يومنا هذا. لحد اليوم يعني جميع المواد الأولية اللي كيخدموا بها هاد الحرفيين والصناع التقليديين ما استطاعتش أنها ترجع، وأوتوماتيكيا المعيشة شوية مع الغلاء وهذا، وتأثروا الصناع الصانعات في الجهة، ولكن كاين مجهود كيدار على مستوى الغرفة ديال الصناعة التقليدية، وبعض البرامج اللي كديرها المديرية ولا الوزارة ولا كاينة برامج اللي كدار ولكن ما كافيهاش، هي كتبقى برامج تحفيزية بحال المعارض مثلا، المشاركة في المعارض بحال مثلا كيكون شي دعم هكايا بسيط. هادو هما الأمور اللي الصانع لأنه مازال ما منظمش بالشكل يعني الصحيح، كاين هاد الإشكالات هادو. اليوم مثلا على مستوى الإقليم واحد العداد ديال الصناع من النهار بدا هادشي دابا ديال هاد التحول اللي كتعرف اللي كيعرف الإقليم، يعني مشات من المدينة واحد تقريبا واحد 120 ألف نسمة أو 100 ألف نسمة اللي مشات، عادي أنه غادي يتأثر على جميع على مستوى اليد العاملة، ولا على مستوى حتى يعني نهضروا على الجميع كل شيء غادي تاثر، لان هذه الناس اللي مشات هي امكانيات كبيره ماشي سهله، كانت كدور في المدينه وهذا رواج كبير كان خلق يعني خلقه هذا سميتو. اليوم كاين مشكل كبير، زائد انه يقال حنا كنسمعوا النهار بدا التحول هنا داخل الاقليم، حنا غير كنسمعوا ان الحريفيه غيسدوا لهم غيبقاش وسط الاحياء، لاننا كنهيئوا المونديال 2030. كنسمعوا الجهه ديال الغبوله بانها غادا تحيد كامل وما غاداش تبقى، كنسمعوا يعني واحد المجموعه ديال الامور كنسمعوا هذا الشيء اللي كيعيشوا. شفنا في طريق اذا كنتي لاحظتي بانه مؤخرا في طريق يعني الطريق يعني الوطنيه ديال طريق بن زياد انهم وصلوا واحد المكان اللي بداو تيريبوا فيه بواحد المجموعه ديال الاحياء الصناعيه تما القديمه، بداو تيحيدوهم اللي جاوا عند جبل الشان جنب الطريق. هذوك الناس كانوا كارين من عند اصحاب الارض، ومول الارض باع الارض ديالو. هذوك الناس يمكن بحكم قضائي تم الافراغ ديال هذوك الناس اللي كاينين على الطريق، يمكن 15 ولا 20 ولا شي حاجه بحال هكا. هذا الاشكال هذا دابا واحد 20 سنه هذه اولا 25 سنه، نقدروا نقولوا 30 سنه حنا كنهضروا فيه، ديال ان المدينه ديال تماره بدات كتمدن لان هي المتنفس ديال الرباط. هاد الناس كانوا في محلات هنا، كلهم كانوا عندهم، هذوك اللي كاينين في غبوله كامل بما فيهم هذو اللي حيدوا دابا في الطريق ديال طريق بن زياد، هذوك كاملين كانوا هنايا، مشاو لتم لان خاويه الناس ما كتشكيش. بدات المدينه كتعمر، حنا كنقول لهم واك عباد الله راه خصكم ديروا لنا احياء حرفيه منظمه مقاده مصوبه، على اساس ما حد العدد كان باقي قليل فهذاك. على ذكر هاد النداءات هذو رجعت بعض الدورات اللي كنتي باقي عضو في مجلس الجماعي ديال مدينه تماره، وكنتي حطيتي واحد المجموعه من المراسلات الى باقي عقلين فعلا. انا ملي كنت في المجلس درنا واحد الاتفاقيه شراكه بغينا ندوزوها، وهذوك الناس ديال المجلس بي ما بغاوش يدوزوا هذاك المشروع، لان كانت واحد القطعه ارضيه كانت غادي تفكنا من واحد في ذاك الوقت كانت غتفكنا من واحد 300 او 400 ديال الحرفيين. هذا شمن سنه؟ هذا الشيء غادي يكون في واش في ما 2011 يمكن 2011 غادي في لندن. دونك تعطاو مقترحات في ديك السنه، ولكن الان كنشوفوا ان لا، الخطير هو ان ديك الارض كانت مخصصه للحرفيين وتحولت بقدرات قادر الى انه داروا واحد المارشي وعطاو للعمران داك الشيء، والعمران لحد الان هذاك الشيء عطاو للعمران في هذاك التاريخ دابا 20 سنه باش عطاو للعمران، باقي الناس ما خداوش القاعي ديالهم. وكانت الاتفاقيه دارت الاتفاقيه على اساس من اجل الموازنه ديال هذا الشيء هذا، وغادي يستافدوا من هذاك البقاع، يستافدوا الحرف بالخصوص الحرف المزعجه والملوثه، واذا به كيدار يمكن شي ابيل دوفر وكيتبع داك الشيء يبقى للعموم. شكون اللي خدا داك الشيء الله اعلم. المهم ما تحلش الاشكال، يعني من ذاك الوقت حنا كنقولوا لهم راه غيتطرح مشكل. اليوم تطرح المشكل، اليوم حنا كنسمعوا بان الحرفيين داخل الاحياء
وغادي يتحيدوا ما غيبقاوش. اذا فين غيمشيو هاد الناس؟ ما عرفناش حنا فين غيمشيو. بحال دابا الناس ديال الغبوله كلهم كانوا هنا، مشاو تما، كاين اللي كاري المحل ب 3000 درهم، كاين اللي كاري المحل ب 4000 درهم، كاين اللي مجهز المحل ديالو يعني بامكانيات كبيره، تجي اليوم غادي تحيدو، غتقول له حيد. زعما فين غيمشي هاد فين يمشيو هاد الناس؟ هاد الناس هادو ملي غتمشي تسد ليه اولا غتمشي تحيد له المحل ديالو، خصك تكون عارف بانه معاه مجموعه الناس خدامه معاه، خصك تكون عارف بان عنده التزامات ماليه، يعني غادي يولي عنده واحد الخلل على مستوى الامكانيات ديالو. ممكن هذاك السيد يما غيتصاب سكته قلبيه، يما غيتسطى، يما يدعيو الناس اللي هو ملتزم، عنده كريدي في البنكه، مع فين ساكن، عنده المدارس ديال ولاده، وعنده واحد العداد ديال الالتزامات. ملي غتسد ليه ما عندوش فين يمشي. بالخصوص كنقولوا مثلا النجار، كنقولوا الطولي، كنقولوا الميكانيك، كنقولوا هادو خصهم لي سباس فين يخدموا. مشاو لهذيك البلاصه كانت عروبيه، كانت هير، ما كانش فيها والو، مشاو كراو محلات تما ب 3000 درهم، وعاشوا معاهم هذوك الناس صحاب البلاد، لان كانت ارض خيال ما فيها والو، داروا المكازات، وهاد المكازات اللي داروا تما. زعما نكونوا شويه موضوعيين، واش هذوك المكازات جاوا من السماء وتحطوا تما؟ ما فهمتش. هذوك المكازات داروا تما امام اعين الجميع، حنا قدامنا داروا هذوك لا سميتو، قدام السلطات المحليه، قدام الجميع. الناس كتقلب فين تعيش، كتقلب فين تخدم. علاش؟ لان فاش كنجيو في البلون داميناجمون كنبغيو نديرو، كنفكروا مثلا في حي صناعي، ما كنفكروش في حي الحرفيين. علاش كنفكروا في حي صناعي وما كنفكروش في حي الحرفيين؟ حي الحرفيين ديال 200 300 مترو، ديال 150 مترو، ديال 100 مترو، واحد البلاصه خاصه بالحرفيين. انا سمعت ولكن اليقين ما عنديش، سمعت بان السي الوالي السي يعقوبي دار اجتماعات مع مسؤولين على القطاع وذكروا في هذا الموضوع، يمكن وكان شي رساله مشات من الغرفه وقفنا عليها مع السيد الرئيس ديال الغرفه اللي مشات للسيد الوالي، كنقترحوا فيها التصور ديالنا لهذا الشيء هذا، لانه السيد الوالي كان كيسحب له بان الحرفيه مثلا خصهم 700 متر و 800 متر، بمعنى غتخصوا واحد المساحه الارض اللي هي كبيره، وهذا فهمنا بان كاين الحرفيين اللي يقدر خصوها 10 متر، دير له 5 على 5، 5 على 4، 6 على 3، يخدم فيها، ما عنده بحال دمازاز تريسيان السيارات، تريسيان السيارات ما خصوش اسباس كبير. كاينين الحرف، اما مثلا النجار خصو على الاقل تكون عنده واحد 150 متر باش يقدر يخدم وهو مرتاح. الا درنا هاد الاحياء خصنا نعرفوا اول حاجه هو اننا حفظنا الكرامه ديال هاد الصناع وديال هاد الحرفيين اللي قدامين يوميا، ما خلقين مشكل. غتحمي القطاع. ثانيا غتجمعهم بلاصه وحده، غيسهال انك دير التكوين لهاد الناس، تزيد دير لهم داك التكوين المستمر اللي كديروا اليوم غرفه الصناعه التقليديه اللي جهه الرباط سلا قنيطره، كدير واحد العدد ديال التكوينات. هاد الناس ملي غتجمعهم بلاصه واحده غيسهال علينا نديروا لهم التكوين، غيسهال علينا نتواصلوا معاهم، نأطروهم من اي حاجه بغيتي ديرها كتجي سهله، وكيبقاو مجموعين كنحلوا بهم، كان زعما كنحلوا واحد العدد ديال الاشكالات اللي كتكون. واللي مزيان في هذه العمليه هو ان هذوك الشباب اللي كيخرجوا من التكوين المهني وملي صديت غيجيو ديريكت تما غيخدموا، غتولي غتلقى واحد ليسباس ديال هكتار مثلا ديال الاطول جوطه، يعني كاين فيه واحد العدد كبير ديال الشباب كيتعلم، واحد العدد ديال الناس اللي خدامين فيه وكيترزقوا فيه الله. يعني هذا واحد الهامي، واحد هاد الحرفيين والصناع التقليديين راهم جامعين واحد العدد كبير ديال الناس كياكلوا الخبز من هاد بمعنى ناخذوا بعين الاعتبار. لا، هذا نداء لجميع رؤساء الجماعات، خصهم يتحملوا المسؤوليه في التحول اللي كاين اليوم، اللي في الجهه يواكبوا هاد التحول اللي كاين دابا، وخصهم يقترحوا وحطوا، رغم انه في هذا الركب، لان كاع الرؤساء اللي دازوا، كنهضر على تماره مثلا، جميع الرؤساء اللي دازوا في الجماعه كاملين ذكرنا معاهم في هذا الشيء هذا، ما عندهمش هاد الهم هذا اللي كاين اليوم. كنتمنى يكون يعني هاد التحول اللي كتعيش المدينه نخرطوا فيه كاملين، والمعلومه ما تبقاش تخبى. راه هذا الشيء دابا عندنا داخل المدينه، ولينا حتى تنوضوا الصباح كنلقاو تخاد شي قرار. هاد العمليه ماشي صحيحه، كتكون مرتدعيه خطيره، بحال الشيء اللي وقع دابا غير في تحرير الملك العمومي على جميع دابا المقاطعات. واش هاد الشيء اللي دار في هاد المقاطعه هو اللي دار في هاد المقاطعه؟ كاين تفاوتات كبيره.
حنايا في واحد المناطق هنا راه تعراو الناس ما كاينش فيه، وكاينه مناطق اخرى باقي الخدامين ما عندهمش اشكال لحد الان. حنا في مدينه وحده يعني التفاوتات ما خصهاش تكون، خص يكون داكشي عام ويكون معقول، وزائد ان الجماعه في الوقت اللي يسهلوا الناس اللي كيمشيو يطلبوا الرخص يسهلوا معاهم في الرخص يسربيو، لان ما يمكنش واحد مثلا تحيد له واحد الطيراس، القانون كاين دابا ديال كيعطيوك يخرجوا كيعبروا معاك واحد ليسباس وكذا وعندك الحق فيه وكذا، منين طيح الرخصه عندك سربي الناس. المواطنين كانوا طرحوا واحد التساؤل انه كان هناك غياب تام للجماعه، وكان كذلك واحد كيف ما قلتي انه كتخذوا واحد مجموعه من القرارات يعني بحال نقولوا انفراديه منفرده، يعني مجموعه من مثلا المحلات التجاريه اللي اتخذ عليهم القرار حيدوا البيشان اللي كيسواو الثمن كيسواو فلوس، وكاين كتلقى حدا قهوه ولا مثلا محل ما تقاش ولا هذا، دونك ما كانش تعميم ديال واحد القرار. وكان عاوتاني اشكال ديال ان كان هناك تساؤلات حتى دوك ديال دوك المستثمرين كيقولوا علاش الجماعه عطاتنا الرخصه وخديناها وخلصناها، وكان تفاجئوا بقرار انه تم النزع ديال ديك الرخصه وحيدوا لينا داك من ديبار، كانوا يقولوا لنا بان هذا الرخصه راه ما يمكنش تعطى. لا 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 دونك هادو تساؤلات فقط ديال دوك المستثمرين. لا اعتقد على انه شي واحد يكون عنده الرخصه وقليل اللي تكون تسحبت منه الرخصه قليل، اما العام ما عندوش الرخصه على داك يعني داك السباس اللي مستغله هو برا كامل، هذا واحد الوضع اللي كنتمنى على انه ما يعاودش يتكرر. انا النهار الاول واش دابا اللي بغى يدير شي حاجه في المدينه كاينو يديرها، النهار الاول ملي كنجي انا كنبغي ندير واحد منعني ما تخلينيش ندير داكشي ولا غير علمني قول لي انه راه هذا قرار ماشي ما يمكنش ديرو اصلا من الاصل. هو واحد دير طيراس خسر عليه 300 مليون وتجي نتايا تهدمو له، زعما ما فهمتش انا اذا الخلل هنا فين كاين. هاد الامور هذه ما كيخصهاش تعاود تكرر، كيخصنا نخرجوا نعبروا للناس. الجماعه كان واحد الوقت الضغط لانه تم يعني ازاله واحد العدد كبير ديال هادشي ديال التحرير، كل الناس مشات باغات تاخذ الرخصه، يعني داك الضغط الموارد البشريه اعتقد لان كنتواصل مع الاخوان المسؤولين في هذه العمليه، الموارد البشريه ما استطاعتش انها توقف داك العدد ديال تعلم تقنيا استجدت شي امور، لانه قبل يمكن كانت بعض المؤسسات كتخرج ما كانتش كتخرج ولات كتخرج معاهم لان باش يتحمل الجميع المسؤوليه، وهذا الامر خلق اشكال. يعني خصهم مثلا جوج المرات في الاسبوع كيخرجوا على المقاطعه، يعني ما بين مقاطعه يعني كاين واحد الاشكال كبير، يمكن اعتقد هذا راجع للموارد البشريه ديال سميتو اللي اساسي انا بالنسبه ليا هو انه الناس فاش كتطلب الرخصه يعني باغي ينظم راسو باغي يقاد راسو سربيه وييسر معاه ييسر باش ياخذ الرخصه، حيت حنا مع القانون صح، مع الناس ديال الرخصه مع الناس تخلص الضريبه مع الناس هذا، ولكن من هذا واحد الوضع مسؤولين عليه حنا كاملين. ما تقولش له شي واحد قال ليه استسمح قال له انت يا 10 سنين و15 عام وانت خدام وبركه صاي جمع عليا حيد من هنا، هذا ماشي منطق. شي واحد مشاو لشي جامعه شي مقاطعه في الرباط سمعت انا بانه داروا عليهم الحرفيين، تيقول له شوف عندك 15 يوم غتسد، تيقول له ما يمكنش كندير انا وكذا، قال له بدل سيدي الحرفه. كيفاش واحد عمره كامل هو قدام ميكانيك تجي تقول له انت بدل الحرفه سير شنو بيع البلاط ولا شنو بيدير، ما فهمتش انايا زعما هذا ماشي منطق. المنطق هو ان الوطن ديالنا كاملين، الوطن ديالنا كاملين، حنا كاملين الخيرات ديال هاد البلاد، خصنا ناكلوا من هذا ياكل منا شويه وهذا شويه، حنا مع ننظموا حنا مع المونديال ماشي ضد هذا الشيء، الحريفيه ماشي ملعب فرحانين خليهم هما ينخرطوا معك في هذا الشيء، ولكن واش جد لهم؟ راه ما يمكنش هاد المدينه كلها وهاد الاقليم يرجع كله عمارات، راه ما يمكنش غنديروا بهم بزاف، ويربني العماره حدا عماره اقامه حدا اقامه ما يمكنش، خصنا لي بروجي الناس تخدم ديروا احياء حرفيه ندير شويه ديال التوازن. دابا الناس اللي ديناهم الصخيرات واش كتحرش شحال ديال الناس اللي دينا صخيرات، وتما كانوا تخلقوا على الاقل واحد اربعه ولا خمسه ديال لي زون ديال الحريفيه، ونعطي الحريفيه فابور يجيبوا الوليدات يخدموا معاهم. هذوك الناس فين غيخدموا فين؟ غيروجوا الحركه شوف راه بضاعتنا غترجع الينا، راه الناس عارف شحال كيشريو ديال المواد. هاد الحريفيه شوف ثق بيا اخي اسمع محمد راه كيجي كيستهلكوا واحد العدد كبير ديال المواد الاوليه اللي كتكون مخلصه اصلا الديوانه هذه وحده ومخلصه الضريبه في البلاد هنا، وعاد كنجي انا كنستهلكها. شوف انا شحال من واحد مخدموا معايا، راه واحد السلسله طويله، بمعنى ان لا السيد الوالي ولا السيد العام اللي جا اليوم جديد لمدينه تماره
مرحبا بي اولا، وكنتمنى على انه ياخذ هذا الامر بجديه ديال الحرفيين. حنا مازال ان شاء الله في غضون الشهور المقبله عندنا لقاءات ان شاء الله غادي نديروها باش نزيدوا نطوروا النقاش في هذا الموضوع، ونخليو الحرفيه يعبروا على رايهم، لانه ما يمكنش حنا راه منظمين باش يكونوا عارفين، منظمين تحت اللواء ديال الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وعندنا جمعيه الحرفيه غادي نخرجوا ان شاء الله، وغادي نعيطوا لكم تجيو تحضروا معنا، وغادي تصمتوا المعاناه ديال هاد الناس، وبالخصوص هادو دابا اللي صدر حقهم هذا الحكم القضائي اللي تحيدوا من طارق بن زياد. واحد العدد ديال الحرفيه كنعرفهم اصدقاء ديالي، راه كنضل معاهم هاد الناس، والله الا كيعانيوا دابا، عندهم وليدات وعندهم لي شارج وعندهم يعني اليوم راهم في واحد الحاله كيهز مسكين مواكن وداهم مباشرين في شي بلاصه، وكاين اللي كيفاش واحد حنا كنقولوا حنا فاش كيبغي يبدا شي واحد وكيدير المحل ديالو كنبقاو غاديين غاديين، تتقول اه صافي فلان راه زكى راسه راه قاد راسه زعما راه دار المحل، المحل امارش فين ما كان فيه الحد الادنى ديال العمل راه خدام راه ديماره، وتجي انت وتعاود ترجع 20 عام للور راه ما يمكنش، يعني كتاثر عليه نفسيا مع ولاده ومع يعني كيولي كيعاني. كنتمنى على انه هذا الامر هذا يتخذ بعين الاعتبار، وفي اخر المطاف راه غيبقى يكون مفخره للمدينه كامله، والحرفيين راهم مستعدين يكونوا منظمين يكونوا مقادين، ولكن نتعاونوا جميعا. الاقليم حنا ما خصناش فيه غير العمارات، خصنا فيه اماكن اللي كتخص الحرفيين باش هذا الحرفي هذا يلقى الراحه ديالو، كذلك يروج لنا المنطقه ديالنا، يعني العمارات ماشي حل. دونك بهذا يعني المجرد الحديث ديالنا كنت تطرقتي لواحد الموضوع ديال انه كاين هناك واحد المشكل ديال 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 الطلبه خريجي ديال المعاهد اللي كيكونوا ديش يديروا واحد التكوينات في هذا الحرف هذو، كنشوفوهم الان كياخذوا الدبلومات ديالهم وميم طون كيخرجوا سوق الشغل كيلقاو البطاله. دونك واش هذا الامر هذا يعني اللي تكلمنا عليه كيساهم في هذه البطاله هذه اللي كيعانيو منها هاد الشباب هذي. صحيح صحيح، هو 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 هاد كلهم هاد لي جون اللي كيجيو كيجيو عندنا دابا ملي كيصيفطهم ستاج كيجيو عندنا اش كيقول لك كيبغي يخدم، كتكون الخدمه على قد الحال زعما داكشي قليل، لان المحل اصلا ما يستوعبش واحد العدد كبير ديال الناس، كيجي كيبقى يدير معك سويعات باش يعرف شي حوايج، كتلقى مسكين قرا ديك المده، ولكن كاينه امور راه ما يمكنش تعلمها الا في التيران في التطبيق، خصو يجي يخدم معايا يجلس في المحل واحد العام على الاقل، غادي يعرف باش يقدر يخدم، باش يقدر يخدم فين؟ يقدر يخدم في شركه، يقدر ولكن باش يخدم راسه صعيب، خصو على الاقل واحد 5 سنين ولا 6 سنين يخدم مع المعلم، حيت المعلم غادي يوريه تمعلميت غيوليه الحلفه، غيفهم شي حوايج ما يمكنش نقولها له هكا يعني نظريا، خصو يعيشها معايا، غيصاوبها ويخسرها ويعاود هذا ويمشي يركبها ويخسرها ويعاود هذا الامر هذا ما يمكنش يشد خدمه الناس ويخسرها عليهم، ولكن مع المعلم ممكن المعلم يتجاوز عليه وممكن تجي تعلم، بمعنى انه الا كانوا هاد الاحياء الحرفيه غيحلوا هذا الاشكال. حنا اليوم في غرفه الصناعه التقليديه في اطار يعني البرامج ديالها في هادشي ديال التكوين، اليوم كاين تصديق على المهارات المكتسبه، دابا اليوم حنا هاد المعلمين اللي كاينين كندير لهم التصديق على التجربه المهنيه ديالهم، كيجي وكيدير الملف ديالو كيجي كيدوز الامتحان، معلم كياخذ واحد الدبلوم اللي في المستوى، هذاك الدبلوم ممكن غدي قريبي التكوين المهني كيأهلوا على انه يعني يولج لواحد العدد ديال الامور اللي محروم منها ما عندوش هاد. دونك هادو من ضمن المجهودات اللي كتقوم بها غرفه الغرفه ديال الصناعه التقليديه الرباط. صحيح صحيح صحيح. دونك بالنسبه للحرفيين كيتسائلوا ايضا على المشكل ديال على الحق ديالهم في الضمان الاجتماعي والضروره ديال توفير دعم حكومي للمحلات اللي كيخدموا فيها، فبين من الناس يعني كتتجه نحو الصناعه العصريه اللي توفر منتجات بسرعه وتكلفه يعني اقل، تظل الصناعه التقليديه اكثر كلفه واطول زمنا مما يضع الحرفيين في موقف صعب، يعني في هذا الاطار هذا شنو لا هو شوف الحرفيه باش نقول لك واحد القضيه، الحرفيين اولا كاين الحرفيين الخدماتيين وكاين الصناع التقليديين، بالنسبه للصناع التقليديين كيشتغلوا مزيان غاديين مزيان على حسب في المناسبات الاعياد هذا كاين امور اللي مرتبطه بهم، حيت كل صانع عنده خاصيه ديالو، كاين الخياط ماشي هو الخياط اللي كيخيط العيالات ماشي هو اللي كيخيط العصري، واللي كيخيط العصري ماشي هو اللي كيخيط الجلابه وداك الشيء البرشمان ديال الرجال، وهذا ماشي كل واحد والخاصيه ديالو. التغطيه الصحيه اليوم احسن فيها جلاله الملك، ما كاينش فيها تراجع،
كاين اشكالات على مستوى التنزيل. والاشكال شنو هو؟ هو ان قانون 50/17 اي واحد صانع تقليدي كيخصو يكون مسجل في السجل الوطني للصناعه التقليديه. واحد هاد ما شنو اللي غيترتب على التسجيل ديالو في السجل الوطني للصناعه التقليديه؟ هو انه غادي يتحل مباشره لا سانيساس. هذا خلق واحد الزوبعه وخلق واحد الاشكال كبير لدرجه ان كاع اغلب الصناع والصانعات، ماشي ما نقولش اغلب، وانما واحد النسبه معينه اللي ولات كطالب على انها تشطب على راسها من هذا السجل الوطني. علاش؟ باش يكون عندها الحق انها تشارك في امو تضامن، حيت ملي كيمشي لا سانيساس، ملي كيمشي عمر هادشي ديال امو تضامن، كيقولوا له انت يا عندك لا سانيساس، شبيتي امو تضامن؟ تيقول له انايا، تيقول له انت راك مسجل في السجل الوطني للصناعه التقليديه. كيقول لك يقلب كيفاش يمشي يشطب على راسو، يدير راسو ما خدامش. تشطب عينيه هو تيشكي. وكيخصو يمشي يجيب شهاده عدم العمل من عند القايد، او لا كيجلس واحد الالتزام بانه هو لا يزاول شيء، هو صانع تقليدي ماهر، وكيمشي كيسني على راسو بانه واحد المهنه اللي خدم فيها سنوات. مزيان. حنا كنطالبوا الحكومه باش اولا تسمح للصناع كاملين، هاد المساله ديال التسجيل في السجل الوطني ما تكونش عندها علاقه بامو تضامن. الصناع كاملين يتسجلوا في السجل الوطني للصناعه التقليديه، واللي بغى يشارك في امو تضامن الله يعاونه، ما عندناش اشكال. واللي بغى يمشي يخلص 140 درهم، لانه دايرين هذه المساهمه ديال 140 درهم، كيخص الصناع اللي هما في وضعيه مزيانه كيخصو يمشي لا سينيساس ويخلص 140 درهم ديالو هو والابناء والزوجه ديالو. والدوله خصها تقلب على شي حل. انا سمعت بانه في اول دوره اللي انعقدت ديال المجلس الوطني اللي ترأسها رئيس الحكومه، سمعت بانه قال على هذا قول ديال احد الاخوه اللي حضروا لهذاك اللقاء، زعما باش ما نتحملش فيها انايا المسؤوليه، قال اودي بانه راه حنا خدامين على اساس هذا الاشكال هذا غنحلوه، غير قولوا للصناع ما يبقاوش يطبعوا على راسهم، هذا الاشكال غيتحل. بمعنى انه غالبا الحكومه عندها شي فكره غتكون خدامه عليها باش يتحل. لانه ما عطلتها، وقالوا حنا خدامين على اساس دارت واحد اللجنه اللي غادا تشتغل على الهيئات. باقي لحد الان المخرجات وشنو دار في هذا الشيء وشنو هذا، المهم هو جاي، لانه كاين قانون 50/17 كيخصو يتم التنزيل ديالو كامل، كيخصو يوجد. يمكن داروا بيناتهم شي توقيت، داروا شي هذا، ولكن حنا ما عندناش زعما التفاصيل، ولكن هذا الشيء جاي اعتقد قبل، يعني في الاواخر ديال 2025 اعتقد غيكون هذا الشيء شويه تفعل، لانه الامر صعيب، ماشي سهل، ماشي سهل على ارض، يعني باش تجي تنزل هذا القانون 50/17 على ارض الواقع، يعني بالفصول وبهذا اللي جايبينه هما، كاينه صعوبات كثيره. التعديل الوزاري الاخير حمل اسم الحسن السعدي الذي تولى منصب الكاتب العام لدى وزير السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلف بالصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في نظرك هل سينجح السعدي في ايجاد حلول مستعجله لحل المشاكل في القطاع؟ وهو بصفة عامة، أولا التعديل الحكومي هو أنا في نظري زعما بكل موضوعية تعديل كان في المستوى، لأنه كاين فيه السياسي هو اللي عطاه واحد الطعم. يعني جميع الوجوه اللي جات هي سياسية، هي كتلقاهم ناس عندهم امتداد مع الناس ديالهم ومع هذا، يعني في أحزابهم، وهذا ده مزيان زعما ماشي. أما بالنسبة لسي الحسن، أنا كنت منه، انا عجبني الحال صراحه منين داروا كاتب دوله في الصناعه مكلف بالصناعه التقليديه مع السيده الوزيره، لانه كان تقصير ديال السيده الوزيره في هذه المساله ديال الصناعه التقليديه. يعني بحال قلتي حنا في نظري انا كنا كنشتغلوا مع الاداره، اليوم كانت يعني كتشتغل هي في السياحه بزاف، يعني الصناع مضرين لدرجه انه السيده الوزيره واحد العدد ديال المعارض داروا عمرها جات لهم. حنا دائما متعودين كتاب الدوله اللي كيكونوا اولا الوزير كيجي كيدير داك الافتتاح في الاول، كيموتيفي دوك الصناعيه كيفرح بهم، لان انت مسؤول على القطاع خصك تجي تبان فيه. اليوم باش جابوا السي الحسن عجبني الحال بزاف وفرحت صراحه. علاش؟ اولا رغم انه لا ينتمي الى القطاع، ما عنده علاقه بالقطاع، ولكن هو واحد لو جون اللي تبارك الله اكتيف كيخدم، كيخصو يسمع ويتواصل مع الناس، مع الناس ديال القطاع،
هذه يعني غيكون العمل ديالو الاساسي اليوم هو انه يخدم مع الناس ديال القطاع وتواصل معها، تواصل مع التعاونيات، مع الجمعيات، مع الحرفيين، مع يدير بصمه ويكون كيتصنت. اما الا كان غادي يجلس في البيرو وما غيدير والو بحال ما كاين حتى شي حاجه، كيخصو يخرج. هو عنده امكانيه اليوم لانه عنده قطاع محدد. كنتمنى انه بينه وبين السيده الوزيره يكون داك الشيء زعما ديال القانون بيناتهم، وهذا يكون داك الشيء يعني سلس، وهما راه ينتمون الى حزب واحد، هذه غتسهل عليهم زعما العمل. انا زعما عندي توقع كبير على انه غيكون قيمه مضافه، عندي توقع كبير. علاش؟ لانه غيكون مثالي، ثاني غيتصنت للناس، ثالثا غيسهر على القضيه ديال القانون 517 باش يتنزل. دابا ما كاينش عذر لانه مكلف بهذا القطاع. كاين مشكل ديال المجلس الوطني دابا، واخا ما يترأسوش رئيس الحكومه، ممكن اللي مكلف غيكون هضم القطاع، لانه في هذا المر خاصو بسرعه لان الوقت يعني غادي بواحد. وهذا القطاع هو دائما زعما كنت كنقولها هذه ماشي مزايده على شي اي حكومه دازت، كان دائما مهمش هذا القطاع. يعني ما عمر شي واحد جا وقال زعما بحال دابا الغرف، الغرف القوانين ديالها راه بحال الجمعيه، راه ما كاينش فرق. شي غرفه الصناعه التقليديه ياك يجي الفرق الوحيد اللي كاين هو ان جمعيه راه جمعيه عاديه كتقلب على الامكانيات وكذا كيفاش دير داك النشاط ديالها، والغربه الحكومه كتعطيها منحه ماشي ميزانيه، ومنحه وكتعطى بواحد الطريقه اللي هي غير معقوله، ماشي كباقي القطاعات. ماشي ميزانيه كتجي كتبقى يعطيك طرف طرف وغاديين معاك كنقطعوا لك، بمعنى ما تفكرش انت شنو غدير على مدار يعني السنه كامله، لا ديما على حساب تسنتي تيقطروا لك، كيقطروا لك. هاد الصناع كيستاهلوا في بلادنا، شوف الصناع التقليديين والحريفيه. شنو اللي عرف المغرب ديالنا في باقي الدول؟ الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه اذا هاد الناس خصهم يحترموهم، تعطاهم كما كنت كنقول دائما كيخص الابناء ديالنا. لقيت اللي يقول له الاستاذ شنو كيدير باك يكون مفتخر انه يقول له انا خيار، ويكون كيفتخر وهو كيقول له انا ميكانيك. هذا الشيء لحد الان ما كاينش. علاش؟ لان الحكومه باقا ما قدراتش، كاع الحكومات اللي جات باقي ما قدروش على انه يحطوا هذا القطاع في السكه ديالو. اليوم غرفه الصناعه التقليديه اللي جات رباط صلاط قنيطره دارت ثلاثه الدول الافريقيه، ماشي سهله باش تمشي ثلاثه، ماشي ساهل باش تدي واحد العدد كبير ديال الصناعيه تديهم يعرضوا المنتوجات ديالهم، يعني باش دي بلاصي من هذيك الارض. راه وكاين اللي ما عمرو لك في الطياره، راه ماشي ساهل هذا الشيء. هذا واحد المجهود جبار، الحكومه خصها تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، رغم انه يقال ما نتاكدش بان دار الصانع ما عمرها مشات لافريقيا، كتمشي لاوروبا، تمشي امريكا، تمشي دار الصانع عندها امكانيات كبيره ديال من هذوك الامكانيات اللي عند دار الصانع ديال الصناعيه. راه هذوك الامكانيات اللي كتصرف ديال الصناعيه، شكون هما الناس اللي كيمشي وش كيف كيختاروا دوك الناس وكيف كيديو غير هذوك اللي تبارك الله ناضي ما عنده يجيب شركه، كتكون عندك شركه وعندك كدير ما نعرف يمكن كدير شي فردافير ما نعرف شنو تخلص لينا الي وروتور الطياره ولا ما نعرف، وكاين شي شروط. دار الصانع خصها تكون اجتماعيه، خصها دي الصناعيه اللي كيصنعوا، ماشي انا تكون عندي الفلوس ونمشي لدار الصانع نقول لهم انا راه باغي نعرض وعندي الامكانيات نخلص، وكنتي نمشي نشري المنتوجات نجمعهم ديال العرق ديال الناس ونديه نبيعو بالتريبل نتصور به لا ونجيب الامكانيات والرباح، الربح بزاف. علاش ما يربحوش هذوك؟ نعطيو الفرص لهاد الناس، راه ماشي كاع الصناعيه باغيين يمشيو لاوروبا ولا هاد غيحرقوا. لا والدليل انه اخر رحله دابا الناس ديال الغرفه ديالكم كان الرئيس في افريقيا مؤخرا، كان في ودا واحد المجموعه في اثيوبيا ودا واحد، هادشي وصلنا بانه ودا مجموعه من الصناعيه وحققوا واحد المبيعات اللي ما عمرها تحققت، ربما يمكن تاكد لنا هذه المعلومه. صحيح انا سمعت من واحد العدد صنع، حنا باقي ما اجتمعنا زعما رسميا في هذا الامر لانهم يلاه تقريبا شي يلاه جاو. انا سمعت من الاخوه والاخوات اللي مشاو فرحانين بزاف لانه اكتسبت الغرفه تجربه من ابوجا اعتقد النيروبي، يعني كاينه تجربه ولا واحد التراكم، كل شيء سهل اعتقد. يعني باعوا منتوجات، ذوك المنتوجات اللي داو كامله باعوها، وهذا تفاجات انا صراحه، انا تفاجات ما كنتش كنتوقع لانه زعما لانه ما كنراهنوش حنا فاش كنمشيو لافريقيا راه بالنسبه للغرفه ما كنراهنش غير على البيع،
كتراهن على الدبلوماسيه المغربيه تيمشيو في التوجه اللي رسمو جلاله الملك. خصنا نخلطوا هذوك الناس، خصنا نخدموا مع دوك، خصنا نكونوا متواجدين. خصك اي دوله افريقيه مشيتي تلقى المغرب، تلقى الغرفه ديال الصناعه التقليديه، تلقى ديال التجاره، تلقى وزاره الماليه، تلقى ما نعرفش شنو، تلقى شي حاجه كاينه ديما ديك الحركيه على مدار يعني السنه كامله. ما نتسناوش حتى وزير خارجيه اولا سيدنا يمشي لشي دوله عاد قصو يدور تما عاد يدير الاشعاع عاد يدير كيمشيو الصناع والصانعات. وهذا يحسب الغرفه الصناعه التقليديه لجهه الرباط صلاح القنيطره، لانه ماشي سهل. كنقول لك هذا واحد العمل مضني، عمل كبير اللي خص الحكومه يعني تساهم فيه مزيان وتزيد تشجع اكثر، لان غرفه الصناعه التقليديه جهه الرباط صلاح القنيطره يعني عندها واحد الاكسبيريونس قادره على انها تبيع الدوبل ديال هاد ديال الصناع اللي كاينين هنا. وداك الشيء راه كيرجع على بلادنا بالخير من طبيعه الحال، لانه هو كل شيء هذا الشيء كيمشي في اطار ما حدده جلاله الملك. سي علي كنشكرك صراحه على سعه الصدر ديالك وعلى هذه المعلومات الهائله اللي عطيتينا. كنتمنى المهم عطيتي واحد المجموعه من الرسائل للمسؤولين والجهات المعنيه والمختصه في هذا القطاع هذا. كنتمنى ان الرسائل ديالك يكونوا وصلوا ويدار بهم، لمالا لاننا مقبلين على حدث يعني كبير. صحيح. وبلادنا جلاله الملك كيجري باش انه ينجح هذه الامور هذه. كنتمنى من المسؤولين انهم يلتفتوا لهذا القطاع ديال الصناعه التقليديه. نلخصوا هذا الحوار هذا في كلمه اخيره ممكن توجهها والكاميرا ديالك هي امامك. انا بدوري كنشكركم اولا نتوما نيوز بليس على هذه الفرصه صراحه، لان فرصه قليل في كتكون ولحيتوا على انه باش تكون يكون هذا اللقاء. انا الرساله ديالي لجميع المسؤولين اولا رؤساء الجماعات في الاقليم، عمالة صخيرة تمارة، مجلس العمالة، جميع المسؤولين، لاجونسي ربان اللي عندنا هنا، كاع المسؤولين اللي كاينين عندنا، رجال السلطة، السيد الباشا، الجميع. نتمنى أننا نتعاونوا حنا كاملين مع الحرفيين والصناع التقليديين، نعاونوهم. خصنا أحياء حرفية، 30 سنة حنا كنقولوا لهم ديروا أحياء حرفية، والحرفية كاملين راهم مستعدين حتى هما يساهموا في التنميه كيف ما كيساهموا اليوم ديال 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 الاقليم. والحريفيه كاملين في الاقليم فرحانين للمونديال، باغين المونديال يكون، ما عندهمش هذا الاشكال، مستعدين يقدموا مدينتهم ويساهموا في ان مدينتهم تكون مدينه مزيانه، لان الملعب كيطلع علينا. كنتمنى يعني الرساله ديالي تكون وصلت لجميع المسؤولين والجماعات المحليه، وشكرا لكم مره اخرى سيدي محمد على هذا اللقاء هذا. الله الى هنا متابعينا الافاضل، نضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في حلقه اخرى، ولما لا ان شاء الله في موضوع اخر يهم نفس القطاع ونزيد نتعمق فيه ونزيد نطرقوا ليه مع صناع تقليديين لما لا يحضروا معنا هنا في البلاطو، ونناقشوا معهم ونقيسوا معهم يعني المشكل اللي كيعانيوا منه، ونسمعوا هذه المشاكل اللي كيعانيوا منها على اللسان ديالهم باش الرساله تزيد توصل اكثر ان شاء الله، وباش كذلك حتى المسؤولين يلتفتوا لهذا القطاع هذا. متابعينا الافاضل تحياتي لكم والى لقاء اخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.